السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قصي مصري، هندسة ميكانيكية جامعة أم القرى. اليوم حنشرح بارت من مقرر فاسيليتي ديزاين تحت إشراف البروفيسور محمد الأشهب، حياكم الله جميعا. اليوم حنشرح جزئية الإكويبمنت ريكوايرمنت بالضبط، اللي هو كم عدد الآلات اللي إحنا نحتاجها حتى نقدر إنه إحنا نوفي الأوردرز أو اليونت ريكوايرمنت اللي عندنا. طيب، فبشكل عام إنه أنت عشان تجي تحسب الآلات اللي أنت تحتاجها عندك بالمصنع، لابد تتوفر عندك هذه المعلومات. الآن أنا بتكلم عندها. بالبداية إحنا من باب افتراض وضعنا أول معلومتان عندنا، اللي هو الورك أورز والإفشنسي أوف ماشين. بالنسبة للورك اورز، احنا لازم نعرف المصنع هذا كم ساعة يشتغل باليوم. ف بشكل افتراضي احنا قلنا المصنع هذا يشتغل 8 ساعات باليوم، يعني لازم انه اليونت الريكويرمنت او الاوردرات خلال الثمانية ساعات هذه لابد انه يوفي جميع الاوردرز اللي عنده. الشيء التالي اللي احنا حسبناه او احنا افترضناه عفوا، اللي هو الافشنسي اوف ماشين. طب الافشنسي اوف ماشين ليش احنا حسبناها 90%؟ غالب الافشنسي اوف ماشين بالعاده تكون من المصنع 95%، ولكن في حاجه تانية احنا لازم نحطها ببالنا، وهو الاهلاك حق الماشين. يعني الاله كل ما زاد استخدامها كل ما قل الافشنسي الخاص بها، بحيث انه لو الاله مثلا كانت قديمه مره ما حتكون الافشنسي تبعها نفس الآلة الجديدة. فإحنا قلنا إنه الآلة لا هي قديمة ولا هي جديدة، فبرضو خليناها 90% الإفشنسي أوف ماشين. طيب، عشان إحنا نبدأ حساب ونعرف إحنا كم آلة نحتاج حتى إحنا نقدر إنه نواكب الأوردرز اللي عندنا إحنا باليوم، فالشيء اللي حنسويه بالضبط إنه نسوي هذا الجدول اللي عندنا. طيب، إيش هذا الجدول؟ هذا الجدول من 9 عواميد. الآن أنا بشرح لكم كل المعلومات الموجودة ب9 عواميد وكيف إحنا نفصلها ونحسبها. بالبداية العمود الأول اللي هو الاي تيم، الاي تيم أو أند أوبريشن، وهو اسم المنتج اللي إحنا نبغى نصنعه. فعندنا المنتج A ومنتج B ومنتج C، تمام؟ طبعا من باب افتراض وضعناها، بإمكانك أنت تسميها أي حاجة. فنجي للعمود الثاني اللي هو اليونت ريكوايرمنت بير داي، اللي هو الاوردرز، او انه احنا كم المطلوب مننا انه ننتج باليوم الواحد للمنتج A، كم مطلوب مننا انه ننتج باليوم الواحد للمنتج B والسي. فهذا المقصود باليونت ريكوايرمنت. العمود الثالث اللي هو شرينكج الاونس. الشرينكج الاونس هو نقدر نقول معدل الخطأ، أو معدل إنه القطعة ما تكون ناجحة أثناء الصناعة، بحيث إنه هنا عندنا المنتج إيه، إنه 3% ممكن قطعة ما تكون كويسة للاستخدام. وهذه بأي مصنع موجودة اليوم، إحنا كل القطع لازم إحنا نسوي لها فحص ونشيك عليها هل هي فعلا ناجحة أو غير ناجحة. فالمنتج الأول هو منتج A بمعدل 3% قد يكون فيها allowance أو يكون فيها غلط، فتكون غير ناجحة، نضطر إنه إحنا برضو نحطها ضمن الحسابات. المنتج B طبعا 0%، يعني 100% دائما القطع اللي تنتج من الماشين تكون جاهزة للاستخدام والبيع على طول. والمنتج بي سي عفوا فقط 1%. طيب، نجي نحن للخانة الرابعة أو العمود الرابع، اللي يقول لك item to produce per day. يعني إحنا حنسوي حسبة بسيطة، إحنا كم لازم ننتج حتى إحنا نوفي الأوردر، ونحط ببالنا الشرينكج allowance. يعني إذا كان في 3% نسبة خطأ في المنتج A، يعني إحنا ما بإمكاننا فقط نصنع 1000، لأنه لو صنعنا 1000 في 3% من الـ1000 حتكون
حتكون يعني غير غير جيدة للبيع، أو إنه لا يمكن بيعها بحسب فيها فيها شرينكج الاوس او فيها خلل معين. عشان كذا احنا لازم نعوض ال 300 وننتج اكثر من 1000 حتى احنا نقدر انه نجيب الاوردر كامل او نجيب الريكويرمنت كامل. فالخانة أربعة كيف احنا نجيب كم لازم احنا ننتج في اليوم الواحد ونحط ببالنا الشرينكج الاونس. عبارة عن حسبة بسيطة، وهي العمود 2 اللي هو اليونت ريكويرمنت بير داي قسمة 1 ناقصا العمود 3 اللي هو نسبة الخطأ. تمام، فخلينا نسوي الحساب على أول منتج اللي هو إيه. فإحنا عندنا الأوردر أو اليونت ريكويرمنت بير داي اللي هو 1000 يونت، وعندنا إحنا الشرينكج ألاونس اللي هو 3%. فخلينا نسوي الحساب ونشوف على حسب المعادلة اللي عندنا هنا، ونشوف إحنا كم لازم ننتج باليوم الواحد، اللي هو 1000 يونت، هذا اليونت ريكوايرمنت قسمة 1 ناقصا النسبة اللي فيها شرينكج الاونس اللي هي 3% 0.03، وحيطلع معانا الناتج لازم نصنع تقريبا 1031 منتج باليوم. 1031، طيب ممتاز. نجي للمنتج بي. طبعا المنتج بي ما فيه له شرينكج الاونس، يعني احنا كل المنتجات اللي حنصنعها حتكون ناجحة 100%. فاذا احنا حنوفي الاوردرز بشكل كامل من فقط الماشين اللي احنا صنعناها على طول. فأي منتج احنا نصنعه فورا نبيعه من بالنسبة للبرودكت بي. طب نيجي للبرودكت سي، فيها نسبة خطأ 1% والاوردر عندنا 3000. فخلينا نحسبها، نقول 3000 اللي اليونت ريكوايرمنت قسمة 1 ناقصا 0.01 اللي هو 1%، ونشوف احنا كم يطلع معانا. اوكي، احنا تقريبا لازم ننتج طبعا ينجبر الثلاثة ونخليها 31، فنقول 3031، 3031 منتج احنا لابد انه ننتجه. طيب ننتقل الى العمود الخامس. العمود الخامس هو التايم اوبريشن، يعني احنا كم نحتاج من الوقت حتى نصنع المنتج الواحد. فيعني احنا سوينا سيومينج حاجه كده يعني افتراضيه، قلنا انه المنتج الاول يحتاج الى يعني 13% من الدقيقه الواحده، وحتطلع معاك تقريبا 7 أو 8 ثواني، لكن احنا نحسبها بالدقيقه ما نبي نحسبها بالثواني. فالمنتج الأول إيه يحتاج 0.13 بالمية، يعني 13% من الدقيقة الواحدة. المنتج الثاني يحتاج 15% من الدقيقة الواحدة. المنتج الثالث يحتاج إلى 8% من المنتج الواحد. نجي للبرسونال الاونس. طبعا البرسونال الاونس هو معدل التأخير، يعني كم بالمية يتأخر الشخص اللي قاعد يشتغل. فاحنا حطيناها بشكل تقديري انه يتاخر 5%، يتاخر 5% يعني كم؟ يعني 0.05. تمام؟ 0.05، فهذا هو معدل التاخير. طيب معدل تاخير العامل، يعني العامل البشري. نجي للعمود السابع اللي يقول لك التايم الاونز أو التايم ألاود. التايم ألاود اللي هو إحنا نبي نحسب كم الوقت يعني التقديري للمنتج الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار على البيرسونال ألاونس. يعني بالعادة إحنا الماشين عشان تصنع المنتج الواحد يحتاج لها 13% من الدقيقة الواحدة.
لكن لازم احنا نزيد عليها برضو 5% حق تأخير العامل اللي قاعد يشتغل على نفس المنتج. فعشان نسوي الحساب او نسوي حسابات هذا العمود، فحنقول انه العمود رقم 5 اللي هو الوقت اللي يحتاجه لإنتاج منتج واحد عن طريق الماشين مضروبا بواحد زائدا العمود السادس، واحدا زائد مضروب زائدا البيرسونال الاونس اللي هو 5%. فحنقول احنا 0.013 للمنتج A، 0.013 عفوا، مضروبا بإيش؟ بمعدل تأخير العامل البشري اللي هو 0.05 اللي هو 5%. كم حيطلع معانا؟ عفوا، زائد الواحد اللي هو 0.13 مضروبا في واحدا زائد 0.05، يطلع معانا 0.036. سوي بلس بلس نشوف ينفع. 0.1365 اللي تحتها احنا عندنا 0.15% ضرب 5%، فهنقول 0.15 مضروبا بواحدا زائدا 0.05، هتساوي معانا صفر اللي هو 15.75. طيب المنتج الثالث 8% مضروبا ب 5% أو مضروبا بواحد زائد 5%، هنقول 8% مضروبا في واحد زائدا 5%، فهتطلع معانا 0.08 أو 84، يعني 8% أو 8.4% من الدقيقة الواحدة اللي احنا نحتاجها. طيب نجي للعمود السادس أو عمود عفوا الثامن. العمود الثامن يقول لك السيت أب تايم داي. ايش المقصود بالسيت اب؟ السيت اب هو الدقائق اللي تحتاجها الآلة عشان تبدأ بالإنتاج، يعني زي ما تقول الآلة عشان تحمي كم دقيقة تحتاج لها. فاحنا قلنا انه الآلة حقت البرودكت 1 السيت اب تبعها 15. مو شرط انه تكون الآلة نفسها، ممكن انت قاعد تشتغل على آلة واحدة، ممكن انت قاعد تشتغل على آلة واحدة، ولكن عشان تصنع المنتج الاول لابد ان انت تتغير ببعض الاكوبمنت الموجوده بنفس الاله هذه، او تغير المولد تبعها، تغير انت النوزل تبعها، فتحتاج الى 15 دقيقه حتى انت تغير النوزل. فهذا هو المقصود بالست اب تايم بير داي. حلوين. طبعا المنتج الاول 15 دقيقه، المنتج الثاني 18 دقيقه، المنتج الثالث 12 دقيقه. طيب نيجي للعمود التاسع. العمود التاسع اللي يقول لك توتال تايم مينت بير داي، احنا انه بنحسب كم الوقت اللي نحتاجه بالدقائق باليوم الواحد لصناعة المنتج الأول بهذه اليونت ريكوايرمنت. يعني احنا عشان نصنع 1031 منتج باليوم، كم دقيقة نحتاج للمنتج A؟ فيقول لك هذا تسويها بحساب بسيط جدا. فحيقول لك العمود الرابع اللي هو كم منتج احنا لازم نصنع باليوم مضروبا في العمود السابع اللي هو كم معدل إنتاج القطعة الواحدة بالدقائق زائدا السيت اب تايم حق المشين. فنيجي نحسبها، حنقول العمود الاول 1031 هو موجود
بالعمود الرابع مضروبا العمود بالعمود السابع اللي هو كم الوقت حتى نحن ننتج واحد يونت اللي هو 0 بوينت اللي هو 13% بوينت 65 من الدقيقة الواحدة. معلش بس اتاكد، ايوه 13% بوينت 65 تمام، طلع معانا ناتج معين بالدقائق. احنا نزيد عليه الان السيت اب تايم اللي هو 15 دقيقة، هنقول زائدا 15، فطلع معانا التوتال 155.73 يعني احنا نحتاج الى 155.73 دقيقة حتى احنا ننتج الالف اوردر. نطبق هذا الكلام برضو على بي وسي، فنقول 2000 مضروبا ب 15% بوينت 75، 2000 ضرب 15% 75 زائد السيت اب تايم، سيت اب تايم كم؟ 18 احنا حطينا. عفوا، تطلع معانا 333. ممتاز. المنتج الثالث احنا لازم نصنع منه 3031، ووقت انتاج القطعة الواحدة 8.4% من الدقيقة الواحدة. اتوقع تطلع كم ثانية، يعني ما تطلع ثواني كثير. هنقول 3031 مضروبا ب 8.4% زائد السيت اب تايم اللي هو 12 دقيقة، تطلع معانا 266.6. طبعا هذه كلها دقائق. الآن احنا لازم نحسب التوتال، هنقول 266.6 زائد 333، هنقول زائد 333 زائد 155.73. هتطلع معانا 755.333، 175.334. طيب كده احنا طلعنا التوتال مينت اللي نحتاجه احنا بالدقائق. فالآن احنا هنروح للخطوة اللي بعدها بعد ما احنا طلعنا التوتال مينت اللي نحتاجها باليوم. فاللي يقول لك عشان انت تحسب النمبر اوف ماشين او عدد الماشين اللي احنا نحتاجها، فانت هتسوي ال required hours per day، يعني عدد الساعات المطلوبة باليوم على عدد الساعات المتوفرة باليوم، وهتساوي هتساوي عدد الساعات المطلوبة على عدد الساعات المتوفرة اللي هي 8 ساعات مضروبا بالإفشنسي، الإفشنسي اللي احنا افترضناها 90%. لكن احنا هنا الساعات هذه ما نحطها كساعة، نحطها كدقائق. فاحنا عندنا عملية تحويل، نحول الساعات إلى دقائق، فنقول 8 ساعات مضروبا في 60 اللي هو عدد الدقائق مضروبا في الإفشنسي. الإفشنسي كم؟ 90%، يعني 0.9. طيب كم عدد الساعات أو كم عدد الدقائق اللي احنا نحتاجها؟ هنا طبعا بالبسط احنا نحط التوتال، اما بالمقام نحط عدد الدقائق المتوفرة باليوم مضروبا بالافشنسي. فالتوتال عندنا كم دقيقة؟ 775.334 قسمة هذا الناتج، فحنشوف كم حيطلع معانا. اذا نقسمه قسمة
8 ساعات باليوم ضرب 60 هو عدد الدقائق ضرب الافشنسي اللي هو 90%، راح يطلع معنا الناتج 1.75 تقريبا، 1.75. يعني احنا نحتاج الى آلة و75 او آلتين الى ربع، فبشكل عام احنا نحتاج الى آلتين or two machine، احنا نحتاجها حتى احنا نقدر نوفي الاوردرز. فبالتالي احنا يوم نجي نسوي الفازيلتي ديزاين لابد انه احنا نطلب آلتين حتى احنا نوفي الاوردرز اللي عندنا او اليونت ريكوايرمنت. هذه الطريقة اللي احنا شرحناها موجودة في مقرر الفيزيليتي ديزاين، أتمنى أن يكون فدتكم وأعطيتكم أعطتكم قيمة إضافية من خلال هذا الفيديو، وأتمنى أنكم تكونوا بخير. شكرا لسماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.